بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ بالقرعة ونقول توكلنا على الله طلعنا القرعة يا كنترول. بسم الله الرحمن الرحيم، أول ثلاثة معنا في ثاني حلقات البورصة. بسم الله الرحمن الرحيم، شغل لنا العداد، استعن بالله، وقف. أول واحد مسفر، مرحبا يا مسفر، الشعور عند مسفر، حرك القرعة مسفر، وقف. المتسابق الثاني زايد ابن سابر ابو سابر، يا ما انت طلعت مع الاسبوع اللي فات صدق والله. اللي بعده، طيب اللي بعده وقف يا كنترول. واحمد العوض، ويا هلا وسهلا. مو موجود احمد؟ وين احمد؟ عند اختبارات صح؟ عسى ربي يوفقنا، عسى ربي. حرك حرك، وقف يا كنترول. احمد العوض كنترول، وقف، امشي، وقف. أم محمد أبو مبارك، محمد العبيان، مرحبا. ما نبيه، ما نبيه، مرحبا. ليه؟ ما نبيه، ثقافة عالية. إي بالله، فكني منه. ما شاء الله تبارك الله أبو عبيان، والله يخافهم منه. ما عليك، يلا. طيب، يمكن يطلع لك في الدوار الحظ، ممكن ترجعه. إي رجعه، ترجع على طول. رجعه والله، من حقك. وش علمك؟ طيب، دوار الحظ على طول بدون أي أسئلة. مسفر يلا عطنا الدوار وخلنا نشوف شو بيطلع معك. يلا بدون أسئلة، عطنا الدوار. مسفر يلا وقف وقف. ومسفر عنده ضرب اثنين دبل. تبارك الله، دبل دبل يعني تقدر. نعم دبل عندك، يحيى العدل. يلا غير مسفر، عطنا لحبيبنا ابو سابر، طلع وقف. علقهم، علق من مثلا عندك اجابه. اذا شفت لك سؤال حلو إيه؟ تقدر تعلق اثنين وتقول انا اللي بجاوب عليه. حلوه إيه؟ قبل السؤال طبعا تقول يا ابو البرانه في الفقره هذه حلو ولا ما حلو. عاد انت بحظك الزين يا يعني. انت بحظك، هي تعتمد على الحظ. يلا عبد الروقي، كيف حالك؟ تعبان يا حبيبي؟ والله تعبان. الف سلامه والله. الله يعافي الوجه. عطنا الدوار، عطنا الدوار، عطنا الدوار. يلا يا ابو بيان، وقف وقف. شكرا يا حلو. أفضل. شاني تقدر تاخذ نقاط من اي واحد من اخويا لنا. ترى لمزح وضحت وضحت هي. الى اللقاء، باي باي. لا لا لا، بس سلام، بس سلام، سنه ورقم. يا مرحبا. طبعا اذا بعد ما تاخذ النقاط انت تطلبها على طول. عبيان اللي هو مع الاسف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أول الفقرات وهي أسئلة بديهية من 300. شلو السلام. تعتمد على السرعة. عندك البوديوم كلنا. اي ما تجاوب لين تضغط الزر. كلنا. جاوبت صح تاخذ 300، جاوبت خطأ تاخذ سالب 300. بسم الله الرحمن الرحيم، أول سؤال بديهي، إذا ضغطت اللمبة تكلم على ما قال لنا كلنا ولا المسفر؟ أعطيك الـ 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 على ما قال مايك، أقول تكلم قبل ما تكلم. السؤال لكم جميعا. حلو. جاهزين؟ جاهزين. السؤال الأول يقول 10 ضرب 10 ناقص 100 كم يساوي؟ وقف سافر. صفر. إجابة صحيحة و300. 10 ضرب 10 يساوي 100 كيف؟ نعم. طيب السؤال الثاني من الأسئلة البديهية، 66 تقسيم 33 كم يساوي؟ ها؟ 66 تقسيم 33. 66 تقسيم 33؟ اي نعم. انتهت الإجابة. الجواب اثنين، الجواب اثنين. تقول لو غير خفت من خصم. ما تلام، أنت مجمع ثلاثة. السؤال الثالث الأخير في الأسئلة البديهية ومن 300 درجة، ما هو أقرب النجوم لكوكب الأرض؟ مسفر بسرعة. المشتري. المشتري إجابة خاطئة وسالب 300. الإجابة الصحيحة هي الشمس. الشمس. شمس. شمس نجمة. مو بنجم. نقص عني شيء. ها؟ سالب 300. المشتري نجم، هم نجم. طيب سالب 300. أوف. سالب 300 مسفر. الآن تطلع قدامنا على الشاشة الخيارات للمعلومات. طلعونا إياها، وهي تعتمد أيضاً على السرعة، وهي 400 درجة. اختار يا مسفر.
فيها اختيارات صح؟ لا ما في اختيارات. لا لا أوفا. سرعة سرعة دي. طيب أدب ولغات. أدب ولغات. أدب ولغات مسفر. أيوة. طيب أبو سابر، في سؤال بس، تعريف وأرقام يعني وش؟ تعريف وأرقام عن إيش؟ عن أي رياضة؟ تعريف في الرياضة، يعني في الرياضة وكم وما كم، يعني ما يحتاج عشان الله استمتع. تعريف رياضة. رياضة رياضة لحبيبنا سابر. ممكن أحد يربط يدي يا أبو البرة؟ ها؟ ممكن أحد يربط يدي عشان ما يضغط شيء. طيب اختار. اقتصاد وعملات. اقتصاد وعملات. حبيت الثقة يا أبو عبيان. مضغط. طيب تعتمد على السرعة، ولكن اللي اختار المجالات هو أنتم. عليها 400. جواب خطأ ينقص شيء؟ لا تأخذ لك 400 زي السلام عليكم. نقص. نعم. أبو. سؤال في أدب ولغات. أول كلمة في الجملة الفعلية تكون دائما. Again. أول كلمة في الجملة الفعلية تكون دائما إيش؟ أبو عبيان. أول جملة. إيه بسرعة. الكلمة الفعلية. آه. تكون أنا. وشو؟ جاوب خلنا. أنا. أول كلمة في الجملة الفعلية تكون دائما. جوابك الأخير وش هو؟ أنا. أنت؟ خطأ. فعل. فعل. الإجابة الصحيحة فعل. ما عنده. خذ خصم 400 درجة. ما عنده ثقافة في اللغة. لعبيان سجل 400 عشان تعطيني الدرجات في كنترول. باخذ. السؤال اللي بعده في الرياضة تعريف وأرقام. جاهزين؟ جاهزين ما ضغطنا شيء. سؤال سهل إن شاء الله وبحس بيصير فيه تنافس. ركز معي. عملية مستمرة ومنتظمة من حركة الأقدام على الأرض اندفاعيا تسمح للإنسان بالتنقل البري السريع، فما هي تلك الرياضة؟ الرياضة. إيه بسرعة. سباق الجري. الجري إجابة صحيحة. يا سلام. 400 لسابر. مو البراء. المباراة اللي راحت كل جبت خطأ اليوم صح. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. اقتصاد وعملات اختيار أبو عبيان. السؤال يقول ما هي عملة السعودية؟ عبيان. الريال السعودي وإجابة صحيحة. أنت ما قلت السرعة تقول أبو عبيان. يا سلام عليك. ركز. سرعة هي. يا سلام خلاص. طيب الآن ننتقل إلى خيارات وعليها 600 درجة. 600 درجة لكل واحد سؤال موجه لك الخيارات. حذفت سؤالين يصير ب300. حلو. اتفقنا؟ عطونا الخيارات، عطونا التداول. إذا جاوب خطأ ما تقسم صح؟ لا ما جاوب خطأ ما تقسم. نعم. عندي أنا. عندك. أختار واحد ثاني صح؟ إيه. جغرافيا ومحيطات وبحار. نفس لو بغيت تختار تختار عادي. لا ما عدل بيها. طيب وش تبغى؟ ما بارك الله في هذه. وش تبغى؟ جغرافيا. جغرافيا. أيوة. إيه. يلا أبو سابر يلا. سياحة مثال. سياحة. سياحة. سابر. أبو سابر. أبو عبيان. يلا يا أبو عبيان يلا. أدب ولغات. أدب ولغات. أدب ولغات أيضا حبيبنا عبيان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في الجغرافيا. السؤال في خيارات الحالي. إيه نعم. ما هو أعمق المحيطات في العالم؟ هل هو المحيط الهندي أم الهادي أم الأطلسي أم المحيط الجنوبي؟ أقدر أشوفها في الشاشة ولا ما فيه؟ أعمق. انتبه. لازم عندي. عندي نعم. هل هو الهندي أم الهادي أم الأطلسي أم الجنوبي؟ بدأ معك الوقت. أحد باثنين. ها؟ أحد باثنين؟ ايه؟ طيب الجواب بين المحيط الهادي أو المحيط الهندي؟ الهادي. المحيط الهادي وإجابة خاطئة بل صحيحة. أي صح صح يا أبو البراء. ما هو كذا يا أبو البراء. والله تكفى تكفى يا أبو البراء. قطع حزاري والله قطع حزاري. تكفى يا أبو البراء. 300 درجة ياخذها مسفر. يلا يا أبو سابر السؤال يقول في الرياضة. لا لا أنت اخترت في السياحة. في السياحة. أين يقع متحف سيمث سونيان الوطني للتاريخ الطبيعي؟ هل هو في الصين، في هولندا، في إيطاليا أو في أمريكا؟ شو اسمه سون سياف؟ سميث سونيان.
سميث سونيان. اي نعم. هل هو في الصين، في هولندا، ايطاليا، امريكا؟ وهو يعتبر من اكبر المتاحف ايضا للطبيعه. احذف ثنتين، عندك خيارات ما بين الصين وامريكا. امريكا. ها؟ امريكا. امريكا اجابه صحيحه و300 درجه. يا سلام عليك، يا سلام. يلا اختر، اخترت انت لغه. ادب ولغات. ما هو دل على حدث مقترن بزمان؟ ما هو هذا التعريف؟ هو تعريف ماذا يدل على حدث مقترن بزمان؟ هذا التعريف هو تعريف الخبر ام الفعل ام الاسم ام المفعول؟ عد السؤال بس بعد منك. يدل على حدث مقترن بزمان، يعني حدث من زمان. اي نعم. هذا التعريف هو تعريف ايش؟ هل هو خبر ام فعل ام الاسم ام المفعول؟ خيارات بالله بالاقين. خبر، الفعل، الاسم، المفعول. مسفر احذف اجابتين. احذف اجابتين، عندك الجواب هو ما بين الاسم او الفعل. فعل. الفعل اجابه صحيحه و300 ابو عبيان. شكرا لكم. الان نستقبل اول مكالمات فقره البورصه وناخذ المكالمه الاولى. ارقام الاتصال طالعه معكم على الشاشه اعزائي المشاهدين. اذا جاوبت ما تعلمنا الان من تختار، اذا جاوبت وخلصت قل انا اهدي هذه الاجابات الى فلان. الان ابغاك تبدا معي في اللعبه ونستعين بالله. قبل ما ابدا ابغى اسمع تحيه قويه لصانع شاره فقره البورصه الشاعر عبد الله الرزقي. الله يبيض وجهك يا عبد الله. شاعر بكل امانه يا عبد الله، صنعت وابدعت واجدت في الكلمات، وانت شاعر على ما قال التاريخ يشهد لك بذلك. بحر ابو علي للمشاهدات، وبيض الله وجهك. وايضا الشكر موصول الى المهندس المبدع حبيبنا فارس السيد الله يبيض وجهه، والى كل من هو مستمع منا. يعطيكم العافيه يا فارس ويا حبيب عبد الله، شكرا لكم. معنا مشاري. الو السلام عليكم يا مشاري. مشاري ولا محمد ولا عبد الله ولا خالد؟ حنا ما نعرف من هو بيختار. الواحد من المتسابقين بيهديها له، ويمكن تبتل صداقه بينهم الاثنين. مشاري سلام عليكم. حياك الله يا مشاري، ارفع لي صوتك يا مشاري بس عشان تركز معي، لان الاسئله في خلال 60 دقيقه. انت جاهز يا مسفر؟ عفوا يا مشاري، 60 ثانيه. 60 دقيقه ولا كم يا ابوي؟ جاهز يا مشاري؟ طيب عندك سبع اسئله، كل سؤال في 200. إذا ما عرفت قل اللي بعده عشان أنتقل. أنا ما راح أنتقل إلين تعطيني أنت إشارة. اتضحت الصورة؟ واضح. مشاري يا حبذا لو تسمع من التلفون أفضل، لأنك حظ على ما قال بتضيع، لأن بيصير في صدى وحوسة. جاهز يا مشاري؟ جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال، ما هو اسم أطول نهر في أمريكا الجنوبية؟ وشو؟ أطول نهر في أمريكا الجنوبية. إذا ما تعرف تمشي. دقيقة بسرعة. الوقت كم باقي معنا؟ ما معك وقت ترى، 60 ثانية. أنا أمازون. وش جاوبت؟ الأمازون. الأمازون. طيب ما هو الكوكب الأقرب إلى الشمس؟ بسرعة. ها؟ نهر بارنا. خطأ. كم عدد لاعبين كرة القدم؟ وشو؟ كم عدد لاعبين كرة القدم؟ 11. من الخضروات التي تقوي النظر لونه برتقالي فما هو؟ يهي. وشو؟ عيد. من الخضروات التي تقوي النظر لونه برتقالي شباب؟ تقوي النظر البرتقالي. البرتقال. خطأ. ما هي المدينة المعروفة باسم مدينة الحب؟ عيد. مدينة الحب. انتهى الوقت، انتهى الوقت. حصدت معنا يا مشاري 400 درجة. مشاري تسمعني؟ مشاري تسمعني؟ سمعت. انت كسبت 400. الآن عندنا العبيان وعندنا أبو سابر وعندنا مسفر. اختار واحد من يحصل على ال 400 درجة. اختار العبيان. العبيان مبروك 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 مبروك.
المبروك، شكرا لك يا ابو بيان، شكرا ابو سابر، شكرا مسفر، تحيه لكم. عطني الدرجات النهائيه للشباب. بدبل انا بدبل. لا لا تعال تعال دقيقه، انا تعليق دقيقه. تعال 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 دقيقه. كم نقاط الشباب بالله؟ محمد خوي مسفر حصل على صفر. ليه؟ زايد 700 اسوا يا رجال. حيك ولا صفر زايد. محمد العبيان ايضا حصلت على 700. اي 700. ابو سابر عطنا سابر. ابو سابر كم كم جاله؟ الله العالم. ايضا ايضا ابو سابر 700 درجه، ولكن الان 700 700 700 ها دقيقه. سابر كم؟ سابر لا لا يا حبيبي، سابر جاب 1100 درجة ما شاء الله تبارك الله. لكن عندنا العبيان الآن يبغى يستخدم. ليه أنا قبله؟ أنا قبله. دقيقة، وش عندك أنت؟ أنا بدبل. بدبل إيه؟ طيب إذن مسفر يدبل درجاته 1400. درجة واحد بس، عندك درجة واحدة تختار علي أنا. إيه أنا كم أخذت كذا؟ 700 على واحدة. 700 دبل 700. دبل سؤال واحد. يا حبيبي صلي على النبي صلي على النبي. مسبر كم خذ يا كنترول؟ ركز معي يا كنترول بليز، لا تدخلني في الدوامه كذا توهنا. مسبر انت خذيت اول شيء خصم 300، وبعدين خذيت 300 درجه، يعني صفر درجه. ما عندك شيء الحين يا مسبر، ما عندك شيء تدبير. دبل الصفر. دبل عنده دبل الصفر. صفر. شكرا يا مسبر. يا والله ما عندك شيء. طيب ابو سابر ما عندك شيء؟ عندك في الدولاب؟ وش عندك في الدولاب انت ابو سابر؟ علقهم. ما عندك تعليق؟ راح ما استفدت منه. الان الكره في ملعب. دقيقه يا مسفر بسرعه. السؤال اللي اعلى اجابه عند زايد وش هو؟ اعلى سؤال عند سابر وش هو؟ اعطونا اياه. وش هو الاعلى؟ طب اخذ مني. طيب انت صفر صفر ما معك شيء. قلت 300. دقيقه دقيقه يا كنترول، انت وضح انه ما عندي مشكله. ما يقدر نقولها، ما يقدر في وقت السؤال. ما تقدر تستخدم بطاقتك يا ابن عبيان الا في وقت السؤال. وقت السؤال. وقت السؤال. نعم احنا قلنا هذا كنترول. اذا اذا صفر 1100 700 درجه. المبروك للشباب، يعطيكم العافيه. عطنا الاسماء الان على الشاشه. يلا سلف، يسلمك ابن عبيان يسلمك. عطنا القرعه.